تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية في أواخر سورة البقرة شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كالصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما نقدرش على دي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى بركة السمع عن الله وعن رسوله، وإلى بركة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله جل وعلا ليكرم هؤلاء الأطهار وليثبت طاعة هؤلاء الأخيار واستسلامهم للعزيز الغفار واتباعهم للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. نزل قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الله جل وعلا الآية الأولى بهذه الآية الأخيرة في سورة البقرة بقول الله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا: قد فعلت. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله جل وعلا: قد فعلت. وفي لفظ قال الله جل وعلا: نعم. استجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة ورحمها، وخفف عنها ببركة هذا المنهج المبارك، ببركة السمع والطاعة لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولن ترحم الأمة من جديد إلا إذا حولت هذا المنهج من جديد في حياتها كلها، في جانب الاعتقاد وفي جانب التعبد وفي جانب الأخلاق وفي جانب السلوكيات وفي جانب العمل والإنتاج والعطاء، إلا إذا حولت هذا المنهج في حياتها كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وإخلاصا واتباعا وصدقا وعملا وبذلا وإنتاجا وعطاء إلى غير ذلك. مظهر خطير من مظاهر الغفلة، الاستخفاف بأوامر الله جل وعلا والاستخفاف بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن شرع الله جل وعلا. وأرجو من أولئك الذين يختزلون شريعة الله جل وعلا وشرع الله جل وعلا في الحدود أن يرجعوا إلى الحق وإلى الإنصاف. حين ندعو الناس إلى العودة إلى شرع الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، حين ندعو الأمة كلها إلى أن تعود من جديد إلى شرع الله جل وعلا وإلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، فإنما ندعوها لتكون أهلا لرحمة الله حتى لا يحبط أي عمل لها عند الله جل وعلا، لأن مجرد رفع الصوت على المصطفى يحبط العمل. فكيف إذا قدمت الأمة أقوال الخلق وأحكام الخلق وقوانين الخلق
على أحكام الخالق وشريعة الخالق جل وعلا، وعلى أحكام رسول الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مجرد رفع الصوت على المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبط العمل كله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، مجرد رفع الصوت على المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبط العمل؟ أيوة. فكيف إذا قدمنا آراءنا وأقوالنا وأحكامنا وقوانيننا وأوضاعنا على حكم الله ورسوله، على منهج الله ورسوله، على شرع الله ورسوله، كيف يكون الحال وما هي النتيجة؟ ورفع الصوت على الحبيب يحبط العمل كله. فكيف إذا قدمنا ما نشتهي وما نريد وما نراه صالحا لأنفسنا بعيدا عن حكم الله ورسوله؟ ما هي النتيجة؟ ما نراه الآن من ضعف وذل وهوان واستخفاف أمم الأرض بنا، محال أن يمكن الله لأمة ابتعدت عن منهجه وشريعته، محال. قد يقول قائل: يا أخي، أنت تدعو الآن الأمة إلى العودة إلى شرع الله المحكم من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة. والجواب نعم، فأين هي السعادة وشرع الله الذي تدعون الأمة إليه بين أيديكم؟ نعم موجود، لكن الأمة ابتعدت عنه، ويوم أن أخذت الأمة به وامتثلت الأمة الأمر واجتنبت النهي وقفت عند الحد، تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. اقرأوا التاريخ، في أقل من 50 عاما رفرفت راية التوحيد على أكثر من 1/3 الأرض بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هؤلاء الصادقين الأطهار الذين امتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، وراحوا ليبلغوا أهل الأرض هذا الحق بحق. تغيرت معالم الأرض، وتغير مفهوم الحضارة في الأرض بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأطهار الذين كانوا لا يذكرون قبل هذا الشرع وقبل هذا الدين، كانوا لا يذكرون في أرض الجزيرة. أخي الحبيب، ماذا كنت تعرف عن أبي بكر؟